ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب مواضع في سبع مواضع من كتاب غير هذا كثيرة.
كثير بدون سواء بدون سواء هو يطلق مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ضرير ولم يكن ضريرا. وما ضربوا على كثيرا فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفسه ما كان فيه بخلقه. فمن قال ليس الله ليس الا بعلم ولا قوه ولا رحمه ولا كريم ولا كلام ولا يدرك ولا يرى ولا ينادى ولا ينادى ولا ترى كان مؤثرا جاهلا يمثل بالله في المعلومات والجمادات. ومن قال له علم الى علمي او قوه كقوتي او قدس كقدسي او عظام كعظامي او يدان كيدان او استوار كيدي او يدان كيدي او استوار كاستوار كان مكسرا يمثل بالله في الحيوانات. فلا بد من اثبات بلا توحيد وتنزيل بلا تعطيل ويتبين هذا باقصرين شريفين ومثلين مغلوبين وبخاتمه الجامعه. كيدايا لا كيدي عندكم كيدايا لا غلط نعم مش الفرق ما دام ما المعنى ما ينفرق لكن من جهه اللفظ حتى ينفرق يجب انك انت تعرف لان هذا فرق بسيط. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة فيداي خبر هذا أقول يداي مرفوعة وأن يدي فهي منصوبة ومرفوعة لأن حطيت الألف ياء ومعلوم أن كان الناس بالألف لا إذا كان مرفوع فعليه يجب أن أقول يدي فيدي أنا أقول فيدي مبارك كيف لا أشعر يبقى أشعر يبقى أشعر ويدي اسم مجهول خطاب وعن الجبرية من الحنفقة بأنه مسمى إلا أن كان من يسمون المثنى الألف مطلقا للسهاري تصلح للإنسان إذا لحن وقال ضعيف الرجلان يقول الخطأ ضعيف الرجلين شبول أنا ناس على لغة من يلزم المثنى على ألف مطلق ولكن لاحظوا هذا ما يضاع لا يضاع لأن الواجب علينا الآن لسنا عربي لسنا قبائل عربية يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نضع كلامنا على المشهور من جرى العرب. طيب إذا أخذنا أردنا هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهومة وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن نكون متماثلين في الحقيقة بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول الآن الدرس الجديد عنه اقرأ شوي إثبات بعض الصفات لإثبات الصفات. فأما الأقسام فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما هو الجلاء الإسلامي المسلم؟ إذا عندنا فصل فأما الأقسام فأما الأقوال فأحد ما يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بصلاة عليهم بعلم قدير بقدر سميع بسمع بصير ببصر متكلم بصلاة مريد بإرادة ويفعل ذلك كله حقيقة
وينادوا في محبته ورضاه ورغبته وطلاه وكرامته فيشعر ذلك مجازا ويفسره منها بالاراده ومما يفعل المخلوقات من النعم والركوبات فيقال له لا فرق بين ما نسيته وبين ما نسبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ المؤلف اراد ان يبين فلسفنا عليه اهل السنه والجماعه والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه اهل البدع المخالفون للرسل باصلين ومثلين وخاتمه. اما الاصلين فبها خليل بشر ورقه ليس مثل على الضيح انتبه. الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة الأشعرية يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا يقولون إن الله له سبع صفات حقيقية ومع ذلك فليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض يعني انه يجب ان نقول في بعض الصفات اللي انتم تنكرون كما نقول في الصفات التي انتم تثبتون. نعم وهذا من الوقت بدلا. نعم فأما الأقلام بعض الصفات وينفي بعضا وهم
شيخ الأشاعرة. فننظر يقول رحمه الله أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثلما أن القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه الصفة؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة. يقولون هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. أفهمتم؟ يقول الله متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره. لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، لأنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عنا في نفس الله. فأنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه أهل السنة والجماعة، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصرف، لا، يقولون إن الله يتكلم بكلام، لكن عندما تسأله ما هو كلام الله يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعها، فإنما الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمتم الكلام عند الأشاعرة؟ ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل به على المسلمين. فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذا الحروف مخلوقة لتعبر عما في نفس الله. طيب، هذا التفصيل الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في ثانوي، مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به. إن على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بالكلام ويثبتون هذا الاتفاق السبع. يقول المؤلف رحمه الله: ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكم من باب المجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يفتح فيها حقيقة وإنما هي مجاز. ويفسر ذلك أي شيء، يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني مثلا عندما يأتي إلى تفسير المحبة يقول المحبة هي صفة ثابتة لله، لا، الله مو بيحب، ولكن معنى المحبة الكتابة الصواب. ولهذا تجدون في جلالين يحب ما يحبون قد يصيبهم، فيفسر المحبة بالصواب. الصواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ الصواب مخلوق، الصواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأن شيء مخلوق، أو يفسرون المحبة بالإرادة لأنهم هم يثبتون الإرادة، فيقول ما نحبهم يعني يريدون ثوابهم. الغضب، وش الغضب عند الأشاعرة؟ الغضب لا يفسرونه بالغضب الحقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام، فيفسرونه بالعقاب كما قال المؤلف من النعم والعقوبات، يفسرونه بالعقاب. أو يقول الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، فيفسرونه بالإرادة. فصار هؤلاء الأشاعرة لهم
فيما نقوم من الصفات طريقة، يعني اتفقوا على أن المجال لكن لماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة من الصفات، إرادة إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب في أرضه الحقيقة. طيب ايش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم إجماعا؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية، والباقي مجالين ومجاز. ما هو السبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة، وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب، أو الحب والغضب في واحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقولون رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنه أراد إثابته، يستمر بالإرادة، أو أنه أثابه، أو أنه أثابه. يقول عندما يفسرون الغضب وش يقولون بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هو العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها حقيقة. لا الباقي الباقي موافقون في السنة والجماعة، أي لأن في السنة والجماعة في السنة والجماعة وغيره، بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في التفسير، كلام عندهم غير الكلام اللي في السنة والجماعة، والبقية معروف ما في غير الكلام. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخر، وكلها معروف. ما يقولون بهذا السبع على من حقيقة، هذا كل يفكر بالمجال يعني. هذا طيبا إما أن يفكر بالإرادة بإرادة الشيء أو بالشيء المطلوب. المهم الاستفهام يا جماعة، شوف يقولوا ويفكرون إما بالإرادة الوحدة، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا، أو العقوبات إن كان الشيء مكروه. واضح يا جماعة؟ فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات الصفات دون غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما فالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيه؟ المحبة والغضب والكرامة والرضا إلى ما عدا السبع، ما عدا السبع صفات، وبين ما أثبتها الثلاث صفات لا فرق بينهما، بل القول في أحدهما القول الثاني إثباتا أو نفيا. طيب فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنفيذ. يقول أنت الآن يا أيها الأشعري مثلا اثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضبه ومحبته ورضاه وكراهته كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت بشروط بالتنفيذ.
وأنت لا تصر بالتمثيل ونحن كذلك لا نصر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. صح ولا لا؟ فصار الآن يلزم لينا أفكار مثل ما يلزم جميعنا لأن كل وقت. فإذا قلنا له أنت الآن اثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين إذا قال نعم اثبت ذلك من إرادة المخلوقين يمكن أن نعم إن احنا أيضا نثبت مثلك محبة تماثل محبة المخلوقين فنقع نحن وأن بالتمثيل. وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن أثبت إرادة مثل إرادة فأقول له إرادة تليق به نعم وله كلام يليق به وله سمع يليق به وله قدرة تليق به إلى آخره. قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أخلاق يجزون صنف تليق به رحمك الله. طيب قيل لك وكذلك لو محب تليق به وللمخلوق محب تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام. إذا قلت الغضب غليان القلب بطلب الانتقام فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يطور الدم ويحمر العين ويصف الشعر وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فهي حرارة يكون الإنسان منه أليس كذلك؟ هذا هو الغضب. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. نعم أريد مثلا أن أدرس في الكلية أدرس لجلب منفعة. أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن الضرر هذا لدفع مضرة لدفع مضرة. إذا الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة. وأنت أثبتت لله الإرادة إلا لا. فإذا أنت الآن أثبتت أن الله تعالى يحتاج إلى جلب منفعة وإلى دفع مضرة. فإذا قال القائل إذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة قيل له وهذا مثل هذا لأن غليان القلب لطلب الانتقام هذا غضب مخلوق هذا غضب مخلوق. فأنت من أن الإنسان ولد إنسان بين واضح ما ينفك عنه هذا لا يمكن أن ينفك عنه لأنه كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها. قلت لا كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها. قلت لا فرق فيقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أثبتها. فإذا كان مثل الإرادة إن هذه الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة والله جل وعلا لا يبقى بها هذا الشيء. قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به. قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام
فيما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به. واضح؟ أظن الآن ينفت على الباب، ينفت على الباب، ويلزمه أي شيء يلزمه، يلزمه أن يصر ليس بالصفات التي نفاها، يلزمه أن يصر بالصفات التي نفاها، لأن السؤال على تقدير المؤلف رحمه الله فاق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفس، فإذا أثبت أن الإرادة في هذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله، ما يلمس لجلب من بعد اسم الله. إذا أثبت الغضب غليان من القلب بل الانتقام، فإذا أثبت الغضب في هذا المعنى لا يليق بالله. صح ولا لا؟ إذا يجب عليه الكذب عليه، يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب يا جماعة الحبايب. المهند رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت بالله الإرادة، فالإرادة ما هي؟ ميل النفس لقلب منفعة هدف المرض، نعم، وهذه ما تليق بالله. الغضب ولا يمد من قلب طلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. إذا قال الأشعري يثبت الإرادة، يعرف أن يثبت الإرادة وينفي الغضب، إذا قال أنا أريد بالإرادة الإرادة التي تليق بالله والإرادة التي تجلب منها هذه المضرة، هذه إرادة المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق. قلنا له إذن الغضب من يثبت الغضب على أحد المخالف بعض الإنسان، إنما هو غضب من؟ غضب المخلوق. ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما اثبت لله إرادة يليق به؟ فهمتم الآن يا جماعة؟ طيب، يقول وقت وكذلك يلزم الخوف في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق، فهذا منفك عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى المؤلف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي صفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، إذا أرادوا نعم الإرادة تقدم المؤلف، لأن المؤلف ناقشه بالإرادة، ثم قال وكذلك يلزم الخوف في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ابتداء منها وحياته. نعم، وقال أيضا في صفات الصدق الباقية مثل ما في الإرادة. نعم، إذا قلت إن السمع هو عبارة عن إدراك المسموع بصفة معينة على شكل مسموع، إذا لا عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل مسموع. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا، فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له إذا بقية الصفات اللي بعرفها تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه صفات المخلوق. يقول تعالى منك بين السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يعني إذا قال لنا
ان الغضب والكراهه والمحبه لا حقيقه لها الا ما يليق بالمخلوق. ثم يرى ايضا كذلك السمع والبصر. نعم، والكلام لا بغيره. فالحاصل انكم فهمتم لنا ان من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فان قوله متناقض. قل لا وجه التناقض انه يلزم فيما اثبت يلزم فيما اثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. فان اثبتها على وجه التمثيل اثبت الجميع على وجه التمثيل ثم انكم مناقض، ولكن ما يثبت على وجه التمثيل يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابله من المخلوق يليق به. نقول هكذا ايضا يجب عليك ببقيه الصفات ان تثبت لله من الغضب والرضا والمحبه ما يليق به وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق. نعم طيب. اما اثباتهم لهذه السبع صفات فيما بعد فيقولون ان هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، اتفق عليها العقل والفهم فوجب اثباتها. واما بقيه الصفات فان العقل لا يدل عليها فلا يدل اثباتها. هذا الكلام. نعم، ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الصفات ما يشعر بالسمع، يقولون العقل مقدم على النقل، فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تصديقه إن أنكم أو تأويله. يعني هذا قلق. يقول الحياة لا يوجد العقل يقول على هذا الخالق كان من خالق ومن السمع والبصر يدل عليه العقل، لأن ربا لا يسمع ولا يبصر ما يسمع مثل العقل. ولهذا قال ابراهيم العبيد يا عبدي بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدره ايضا دل عليه العقل، لان ربك ليس بقادر لا يصح ان يكون ربا. ولهذا ينفي الله تعالى الالوهيه معبود المشركين بانهم لا يقدرون على شيء. ولهذا قال ابراهيم ولا يغني عنك شيئا. نعم الكلام لا يمكن رب ان يكون رب بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير، ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة إذ لا نسيها له. فهم يقولون هذه الصفات تدع دل عليها العقل فيجب إثباتها، وغيرها لا يدل عليه العقل فلا يجوز إثباتها. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انكرتموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يدل الله رحمة ولا لا؟ ما يدل الله. يقول الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان؟ فأنتم يفضلون بالإرادة ولا بالجهل؟ طيب الرحمة أليست العقل ما يدل عليها؟ ألست نجد أن الله يكتب السوء وأن الله يكتب الخير؟ وش أسباب هذا؟ أليس هي الرحمة؟ أين وعلى هذا فقط. فنحن نقول هل التي نفيتم وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا تدل عليها العقل، بل إن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته. رحمه الله. من المنازع؟ منازع يعني في الاثبات. المنازع في الاثبات لان فيه ناس الان في ناس سبع سائره حسب منه يقول جميع الصفات نفست لله. كل الصفات ما يجي اثبات لله كما مر عليكم في اول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمعا، لأني أثبت السمع تمثيل وتشبيه. قلت لا، وش بيقولهم؟ يقول الأشعري ردا عن المعتزلي وش بيقول؟ نعم دل على السمع وأيضا أنا أثبت لله سمعا
عندنا وحينئذ لا تنفي. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أنت لمن؟ للمعتزلة الذي ينكر الصفات، لأن أنت قلت له حجة واضحة، قلت له أثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كسمع المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول أنت، ولهذا يقول المؤلف يقال له فيما نفاه. ايش مثالا لنفاه؟ فالغضب والرحمه نفاه، كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته. من منازعه فيما اثبته؟ المعتزله. فيما اثبته مثل السمع والبصر والحياه والقدر. افهمتم هذا الجماع؟ اذا الامر واضح انت كانك مثل معنى اثناءها أظنهم أطراف خارجية. طيب البنك الآن تمام وأظنه واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالة على إلزام هؤلاء بإثبات ما نفوه دلالة عقلية واضحة. أطلع لك عندك. طيب فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأشعري، لما تقول يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات. قليل ترى الصفات السبع لأن اللي مر علينا قبل قليل ننكره، لأنه ما يثبت الصفات. يقول سميع لكن ما يفهم، بصير ولا بصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تدل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المستفاد. فآخر يقول المسلمون المسلمون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات، من الذي يذكر خصم الله الآن المعتزلي؟ الأشعري والأشعري كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف يبين له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقولون، محاجة من يقولون لا إقرارا له ولكن تنزلا مع الخصم، والتنزل مع الخصم نجد وإن كان الإنسان لا يقوله. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى أم لهم آلهة يمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون بالله من شيء فما دام ربي. بل أبلغ من ذلك، اسمع له يقول قال الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الفقر، تنزل مع الفقر. نقول المؤلف رحمه الله يقول يتصل الى القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحن ذلك. نعم اظن المؤلف يريد فانه يبين الاشعري للمعتزل وللاشعري ايضا، يقولون ليس هنا لسائر الصفات كما يقول هؤلاء فيما أثبتون. الخلاصة جماعة الآن المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل لأن العقل لا
الصيف هذه أدخل تقسم لا 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 فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل أي لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحسان عند الفتح دل على المشغولات وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل وجدت لها احتياط نقل عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة ومراد الفعل هنا المفعول يدل على قدرة الفاعل لأن من لا يقدر لا يفعل لماذا ما ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الإنسان نشاهد طلوع الشمس غروب الشمس إلى هذا الفعل الحادث يدل عليه على القدرة أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر من لا يقدر لا يقدر والتخطيط دل على الإرادة يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة عندنا يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النقطة الأخرى أنثى يدل عليه على أنه أراد أن تكون هذه النقطة ذكرا وأراد أن تكون النقطة الأخرى أنثى ولا لا فالتخطيط يعني تخطيط كل شيء بوقت يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وهذا منه لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى فتخطيط المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة خلاص طيب من قبل كسب عن الفضل أفضل الفضل أفضل وفيه إذا قرع الموت أقول الفعل الحادث دل على القدرة وشوف وجه الدلالة الفعل الحادث يدل على القدرة وجه الدلالة لما يقدرنا طيب التخطيط كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يدل عليه على الإرادة نطفة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة لو الإرادة ما حضر هذا التغير فإذا دل على طيب الإحسان دل على العلم إحسان شيء يعني إتقان ونحن نشاهد أن المخلوقات محسنة متقنة وجعلنا السماء وقتا مقصورا هذا الإحسان وش يدل عليه؟ على العلم لأن اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما يفهم عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما يمكن صح ولا لا بل عندما تخرج السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ما تقدر ما تتكلم نعم طيب كذلك أيضا هذه الصفات التي الصفات اللي ذكر الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة لأن ما يمكن في عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا
الميت ما يمكن يدخل العالم ولا لا؟ ما يمكن يدخل العالم. الميت ما يمكن يدخل القادم. الميت ما يمكن يدخل المريض. إذا هو حي، هذا أربع أقسام. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام. صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال الناس، لأن قوله الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينازع فيه. قل لا، قد يكون حي بلا سمع، يكون أصم أو أعمى، كذلك الكلام ربما يكون أخطأ، لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية، لا يمكن التغبى ولا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه أقربه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلا يمكن أن يكون غبا. فإذا قال أن الله رب وخالق لا بد أن يسمع ويبصر، الكلام لا بد من الغب، الكلام لا بد أن يكون منه للرب. ليش؟ نعم، ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة الكلام، إلا بواسطة الكلام. لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها وتبيع الرسل ما ندري شيء الله منها. واضح؟ على كل حال هذان طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام. الطريق الأول ما ذكرناه لكم، والطريق الثاني قول إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك، ضد السمع الصمم، وضد البصر العمى، وضد الكلام الصرف، وهذا لا يليق بالله عز وجل. أستغفر الله. يعني عقلية كيف تحتاج إلى انتباه. ومسؤولاته من العواقب الحميده
تزيد على حكمته البالغة كما يزيد التخفيف على المشيئة وأولى قوة العيلة الغائبة الغائبة. ولهذا قال ما في القرآن بيان من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما أعظم من الأعظم يعني نحن القرآن أعظم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على نحو المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنالك رحمه الله ذكر في الأصلين، الأصل الأول ما هو؟ ما هو الأصل قبل يقولون
طيب إذا صار المدير فصل لي هذا العقد كيف؟ طيب أنا لا أعرف ما تقولون بهذا الشيء الحالي في كتب الله صلى الله عليه وسلم وأن تقصد في كتب الله وأن نحترم كتب الله وهذا من كتب الله يقول هذا أعطتنا أربع صحيح الآخر من جلال أعطتنا الإرادة والعلم والقدرة والحياة إذا كان حي ولا يمكن الله ولا يمكن الله يعني وجعل السمع والبصر والكلام من كلمات فخر الحياة كذا يقول الحي لابد أن يكون سميعا بصيرا مسكنا نعم أو ذلك يعني من هذا أو هذا والضد من سنة فهذا ما هذا هو دلالة العقل عندكم على هذه الصفات الصفات وأرحم الله فيقولون ما دام العقل دل على إثبات الصفات وجب علينا معجزات وأما إثبات الصفات الأخرى فإن العقل لا يدل عليها وإذا كان لا يدل عليها فإنما لا نثبتها أفهمتم الآن تمام؟ لما في هذا يقول المؤلف إذا قال من عقد الله عليها نقول إذا قال سائر أهل الإثبات لك جوابه سائر الإثبات منهم قال يكون جماعة الذين يكون جماعة لكم على الإثبات لك جوابه أحدهما أن قال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين ما معنى هذا الكلام؟ الأشياء التي لها أدلة إذا عدم لها دليل وإذا عدم من هذه الأدلة دليل واحد هل يستلزم عدم المدلول؟ يعني مثلا إذا فرضنا أن هذا الشيء محرم وله أي دليل على إذا انتهى واحد من هذه الأدلة هل نقول إنه الآن صار مباحًا؟ لا يكون مباحًا يبقى محرمًا بالدليل الثاني ولا لا؟ إذا كنا الصلاة واجبة الصلاة واجبة لأن الله يقول عظيم الصلاة الصلاة واجبة لأن الله توحد المتعاونين بها وخلق من باب خلق مدار الصلاة الصلاة واجبة لأن الله تعالى فرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليه خمس صلوات هذه من الثلاث أدلة إذا انتهى واحد من هذه الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا الباب هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا لأن فيها الأدلة الثانية غير هذا أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة وانتفى واحد من هذه الأدلة فهل يلزم من ذلك انتفاء المسؤول ولا ما يلزم؟ لا يلزم وأخذنا لكم إن مثلا وجوب الصلاة له أدلة كثيرة ولا لا؟ مثل أقيم الصلاة فخلق من بعد أن خلق مضاع الصلاة وويل للمصلين الذين عن الصلاة المساكين نعم من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا مع ربطان ولا أجاب لأن القيامة وقصر مع فرعون والرمان والقارون وغير بالحرب وما أشهد ذلك على أدلة كثيرة قل لا إذا قلت في واحد من هذه الأدلة لم يوجد هل معنى ذلك أن الأدلة الثانية تنتفي وأنت في المفروض لا طيب نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المفروض شكرا لأن المجنون قد يسقط بدليل آخر غير هذا الدليل المعين فإذا قدرنا أن العقل ما يدل على دليل الصفات على بعض الأشعري فالسمع دل على هذه الصفات السمع دل على هذه الصفات هذا ما يريده الماضي
ويضبطها بالقاعدة يعني نافع. إذا واحد أفضل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء، هل يلزم من فقدان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم لأن قد يلزم الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. وقال هذا الشيء عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وسبب بما أخبرهم علم لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. فالسنة يقول فهب أن ما سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. حق يعني قدر أو أفعل، قدر أن الدليل أن الذي سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. ايش معنى ذلك؟ اين نفيته من الصفات؟ لان الاشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته ان العقل لا يدل عليه. نقول هب ان ما سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، اي لا يثبت ما نفيت من الصفات، فانه اي دليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت إن الدليل العقلي ما يدل على إثبات تقييد الصفات، فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات. لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه أو لا، لكن هو لا ينفي. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبوت. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الاصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم ان من نفى شيئا لا بد ان ياتي بالدليل كالمثبت سواء بالصوت. وليس لك ان تنفيه، وش ان تنفيه؟ ان تنفي ايه؟ ان تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لان النافي عليه الدليل كما على المثبت. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، إذا نقول له لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. هذا واحد. فإذا قدرنا أنما أن العقل أو أنما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ما نقيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن الدال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. والسمع قد دل عليه. السمع أمراض السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناه الكتاب والسنة قد دل عليه شارك على ما نفيت، قد دل عليه أي على ما نفيت من الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري ما يقول أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت. فإذا قلنا العقل لا يثبت لا يثبت ولا هو نعم ولم يعرف ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي. فإذا دل عليه السمع ولم يعرف شو واجب؟ قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقابل. هذا واضح تقرير هذا الجواب. نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت له مثلا شروط للطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجود الطلاق لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات نقول قد
أننا تلكه من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الكتاب، حتى من لا يثبت ما نفيته من الكتاب، فإنه لا ينفي. وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل. وإذا كان الدليل العقلي كما دعمت لا يثبته فإن الدليل الجمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي يوصل معارض في الواجب، الواجب الثابت، الواجب الثابت. وإذا وارد وجواب سبع جدا. نعم. المعارض للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلاله العقل عليه. الأشعري ما يعترف بدلاله العقل على ما نفى. المراد المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أن الدليل يدل على ثبوت شيء، ما للمعارض ينفي هذا الشيء، ليس للمعارض ينفي هذا الشيء. الطرح المثالي يا جماعة، والدليل العقلي واضح جدا والمواضح، يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه يلزم اللحم بغير واضح، واضح أنه يلزم. وإذا كان أحدا يختلف تبين. الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية، هنا بدت معتبر من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي. الإحكام كان من دليل على العلم، والتخطيط دليل على الإرادة، والحدوث دليل على القدرة. تدعو الى اثبت هنا بطريقه يمكن ان نثبت ما نفى هو من الصفات باي شيء بدون العقل ايضا، ونقول له ان قولك ان العقل لا يدل على اثبات ما نفى قول خطا، وان العقل قد دل على اثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمه، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الأسباب؟ من الذي نزل وحده الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ الدنيا على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع، ولولا رحمة الله ما انتفعت المضار. فوجود المنافع وانتفاع المضار وش يدل عليه؟ يدل على رحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا انتفعت هذه المضار. ثانيا، نعم، كدلالة التخطيط على المشيئة، وش دلالة التخطيط على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخطيط على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحدة. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبته. نعم. بالعقل إنهم لم يتدلوا على الإرادة في التخطيط سبق قريبا في ذات الأمر أن نحرق أولا، إذا من أولى الثلاثة. بالأمس قلنا إن الأشاعرة تدلوا على التخطيط، وأن لا يخلق هذا ويخلق هذا، وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته، دليل على الإرادة. لو الإرادة ما حصل التخطيط، فأنت يصير خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخطيط يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخطيط على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة خلاف نفس الصفحة. طيب إكرام الطائعين يدل على محبته، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد أن الله عليكم الطائعين بنفسهم وقد عدوهم كما أشبه
هذا ايش وش يدل عليه؟ انا محبب اين يدل على المحبه؟ لان الله لو لم يكن فهم هل يكون اين احتاج من الحرب؟ لا يمكن لاحد ان يسلم احدا الا محبه او خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممتنع من الله يسلم احد لانه خاف، لان الله يخاف من هذا الرجل فيجوز، لكن الى ان يرسل على المحبه. عقاب الكافرين ثابت ومشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقران ممنوع من ذكر الامم التي عاقبها الله، يدل على اي شيء؟ على وقوعه، يدل على وقوعه بلا شك، لولا ان الله عاقبهم ما عاقبهم. كما قد ثبت عندكم بالشهاده والخبر، وعندي بالمشاهده والخبر والمعنى واحد. كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائرين وأقرب بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب يقول المؤلف: من إكرام أولياء وعقاب أعدائه، والآيات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا كثيرة؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التقدير على المشيئة وأوله. الخير ذا العقل والجلال، الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مؤمراته يعني الشرع. الخلق له حكمة لله، حكمة وغاية عظيمة، منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغاية المحمولة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل له غايات معروفة مشهورة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات يشتغل عليه، يشتغل عليه. الغايات يقول هي العواقب، تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته وفي مأموراته يشتدل عليه على حكمة، إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا بالحكمة، لأن السبيل يفعل السوء اتفاقا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا بالحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي صريح على الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى له حكمة. فالحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع الصفات لما قبل المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه. ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، يقول: لقوة العلة الغائية. مش معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالة، فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفعول أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من تأثير إرادة التخطيط، أبلغ. ولهذا يقول المؤلف: ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء بلفظ التعليم ولا لا؟ القرآن مملوء بلفظ التعليم،
فما جعلنا صلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبعنا الرسول من قلب على عقل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العبرة سواء بالجام أو بإذن أو بالفاء أو بالصرف أو بغيرها من بيان أو من ناحية التعليم. كل شيء في التعليم في القرآن هدى عليه العلم دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة يسمى العلة فهي الحكمة. والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة الحكمة، ما يسمي الحكمة العلة فإنما يسميها حكمة، لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح هذه الأصول. وإلا فكل علة فهي حكمة. إذا يا جماعة لنا إذا قال أشعر أنا أثبت اثبات السبع بأي شيء بدلالة العقل، وأنفينا سواها لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم إلى نقول لهذا الكلام جوابان: أحدهما أن نقول لك إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم النفوذ، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل شارك على نفيه، يلزمك الدليل مثل أن ينسب عليه الدليل فالنافي أيضا عليه الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن السمع إيش؟ قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل، وإذا فرق بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين إليه؟ طيب، المهم أن يفهموا المعنى ولا لازم يستعملوا إثباته، المعنى هذا مشكلة والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول كما قول بس إن العقل دل على ما نفيه، دل على ما نفيه كما دل على ما أثبت، ونمثل لذلك بأربعة أمثلة. لا تجاوب الأمثلة لأن الرسول هذا يعني أنا أشعر إذا قلت أنت تجاوب إي نعم ولا وكذا مثلي أو تعرف واحد. نعم، أقول نمثل المؤلف بأربعة أمثلة. المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البر، والرابع الحكمة. الرابع الحكمة عربي ولا باكستاني؟ أقول لله أنت باكستاني وأفهم لي كلامي من العرب، قد عندنا أن كل المعارض تحفظون لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منهم، وهذه من آية الباب. أقول لا يا جماعة، مثلا هذا في كم مثال؟ في أربعة أمثلة، في أربعة أمثلة، وهي الرحمة والمحبة والبر والرحمة. قال المؤلف هذه يعني مثال ممكن لا يكتب هذه أمثلة، هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد بالإحسان إليهم ودفع الضرر، إلا هذا مشاهد، هذا مشاهد كل ما نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يدفع عنه من الضرر، هذا يدل على طيب. الطائعون يؤمنون الله، وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والضرر. هذا الإكرام مش يدل عليه هذا الإكرام على المحبة، لأن الإكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا، لازم من هذا أن يكون إكرامه بمحبة، فهذا دليل على إثبات المحبة. عقاب العاصي دليل على الكفر،
لأن الله لو لم يقولهم ما عاقبهم. فهذا في عقل الله. طيب الغايات الحميدة، الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المسؤولات والمسؤولات، غايات حميدة كل نحمده. تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم يمر به إلا لحكمة. ولولا أنها دليل، ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها، فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التقدير على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا الحكم كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات. بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على أوقاع الدين والأيدين يقول كل شيء فإنه بحكمة وليس بباطل ولا خير ولا لعيب. نعم. يعني معناه أن العلة الغائية الغاية أنه أقوى من دلالة التخطيط على الإرادة، لأن العلة الغائية هذه موجبة. العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة في الشيء. كل إنسان حكيم، نعم، أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة، هذه الغاية الحميدة توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الشيء الأجانب. هذا معنى قوله بقوة لله الغاية. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المذهب اللي يخاطب هذا من الأشاعرة. قال وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويصرف بالأسماء كالمعتزلة الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يشكر بالحياة وإنه صدقه. بلهم العقل العجيب أنهم المعتزلة يصفون أنفسهم بالعقل، ونحن نشوف هل هم إلى العقلاء أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب. نعم، نشوف المعتزلة ينكر ما يثبت الله صفة أبدا، ما يمكن يثبت له لا حياة ولا عقل ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا كلام. كل الصفات ينكر، لكن ينكر ايش؟ بالأسماء. يقول الله حي، الله حي، لكن ينكر ان يتصف بالحياة، حي بلا حياة. كذلك ايضا لا تحي، يقول ايضا عليم، يقول الله عليم لا تحي، لكن بلا علم. نعم، يقول الله قدير لكن بلا قدرة. متصور هذا واحد غاير بطن من الجوع وراس على بطن الأحجار من الجوع وأكياس الرمل من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان